طبتم مساء، ها نحن نعود إليكم في برنامجنا الذي عودناكم أن نتحدث فيه بلسان العربية البدوية في السودان، الذي درج أهلنا العرب أن يجعلوا كل أمرهم شعرا، فأحزانهم في الشعر وآمالهم في الشعر وتاريخهم في الشعر وأسرهم ووشائجهم الاجتماعية في الشعر. وفي هذه الحلقة المميزة جدا قيض الله لنا وقدر أن نجمع شاعرين وفرقة. الشاعرين أولهما الجالس عن يميني الأستاذ عبد الله أحمد علي إدريس من قبيلة الكبابيش والمشهور بعبد الله والإدريس. مرحبا بك، أهلا وسهلا. وهو شاعر بدوي كان موضع رأسه بادية الصافية بشمال كردفان في التخوم الجنوبية للصحراء الكبرى. وهذا الرجل صار لسان حال قبيلته وأهله في المنطقة، حتى كرموه تكريما كبيرا وأهدوه سيارة اعترافا منهم له بفضله وعظيم شعره وجميله وتعبيره عما في يجيش في ضمائرهم. أما أميرنا الجالس في وسط هذه الجلسة فهو الأمير الشاعر محمد ود نور الدايم ود الخليفة، وهو أمير الكواهلة بولاية الخرطوم ورئيس النظام الأهلي بأم درمان الكبرى، وهو من يعبرون عن حال أهلنا الكواهلة، وممن يتحدثون بلسان الكواهلة، تلك القبيلة العربية السودانية الأصيلة التي لم تترك في السودان غربا ولا شرقا ولا وسطا ولا جنوبا ولا شمالا إلا وعمرته بأبنائها النجباء. والشيخ محمد نور الدايم الأمير له أسلوب شعري متميز جدا وجزيل، وهو رجل لا يتطرق إلى مواضيع الطبيعة والغزل والإبل فحسب، بل له أيضا إسهامات شعرية كبيرة جدا في قضايا ملحة وحساسة جدا تمس حياتنا الاجتماعية عموما. اليوم خروجا على العادة أتينا أيضا بفرقة تعبر عن هذه القبيلة، قبيلة الكواهلة، وهي بقيادة أخونا المطرب الشاب الجنيد ود حيدوب، يساعده في أداء الغناء السماني حيدوب أخيه، وعبد الجليل موسى الجالس عن يمين السماني، ويساعد موسيقيا أيضا بالإيقاع الأخ ياسر كمال الصادق والأخ إدريس عبد الله ميكائيل. أبدأ بتوجيه سؤال لعمنا الأمير الشاعر محمد ود نور الدايم. دايرين انك تكلمنا يا شيخ محمد عن تخوم النيل الأبيض وكردفان والتمازج الاجتماعي وحال البادية هناك من حيث الجيرة والطبيعة والحياة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا تحياتنا لك الأستاذ والشاعر الفحل والرجل الباحث في التراث الأستاذ عصام حسن عبد الله الترابي، لك التحية، والتحية عبرك لكل التيم العامل في هذه القناة المميزة أصبحت لافت الأنظار والناس كلها تشاهدها، يعني أصبحت عندها يعني جماهير عريضة. وتحياتنا عبركم لكل الشعب السوداني قيادة وشعب، والتحية لأخواننا المهاجرين
نسأل الله ربنا يضبطكم، ونسأل الله يكلل الوطن بالسلام والتنمية والناس تتوحد وتصافى. وأنا سعيد جدا الليلة أشارك في هذا البرنامج الجميل، وتحيتنا للأمة العربية والأمة الإسلامية، ونقول لكل الناس كل سنة وإن شاء الله أنتم طيبين. وكرر تحياتي لإخواننا الخلف الكاميرا، الناس المرابطين ومجاهدين، نسأل الله لهم التوفيق. كتر خيرك وبارك الله فيك. أنا أخش عليك في بادية النيل الأبيض والنيل الأبيض بالتحديد. طبعا نحن عندنا إدارة كاملة وبحدودة مع أهلنا الجموعية، طبعا هم بيتجهوا شمال من جبل أوليا، ونحن يعني بنمتد جنوب بالغرب حددان أهلنا الكبابيش وأهلنا دار حامد وأهلنا الجوامعة وأهلنا المجانين وأهلنا البزعة، ده بالغرب. أما بالشرق طبعا خاشين في الجزيرة، طبعا تبدأ من بقوتة والتماشي لحد بغادي للكوة، الطريق ده بيجاي، ده كله ده طبعا دي الإدارة الأهلية حقت الكواهلة. نعم. وطبعا فيها ثلاثة نظارات. نعم. الثلاثة نظارات ديل طبعا كل نظارة عندها عمد تابع لها. وضيف على ذلك معانا من هن القبائل، هن المايدية وهن الشويحات وهن الشنابلة وهن قبيلة الدويح والجعافرة، وكل القبائل اللي طبعا بيمثلوا معانا في الإدارة الأهلية اللي لتنا بعمد، والعمد طبعا معاهم مشايخ. نعم. ديل الناس طبعا اللي بيخدموا زمان القطعان وما شابه ذلك. دي ولاية دي يعني الإدارة الأهلية طبعا يعني شمال النيل الأبيض، نحن بنقع شمال النيل الأبيض، دي إدارة أهلك الكواهلة في النيل الأبيض. فيها شنو من الشعر والأدب؟ متنوع كله فيها، يعني الشعر بأنواعه كل شيء فيها، طبعا هي غنية بكل شيء. يعني كان قلت البحر وإن قلت البادية، البادية طبعا عندنا هناك طبيعة، الطبيعة عندنا أولا عندنا مناطق جميلة شديد، وعندنا طبعا البل، وعندنا الضال، وعندنا البقر، وعندنا الماعز. يعني أنت قلت شنو شعرا في هذا الخصوص؟ أولا قال باللوال عندنا منطقة سيمة أم قنطور، إيد أم قنطور دي جميلة، وبعدين فيها يعني طبيعة ما عادية. سيمة إيد أم قنطور، إيد أم قنطور الليد، شنو الليد؟ فرع من الوادي، الليد وادي. نعم. لكن بتتكون فيها المويه بتجيها بالسيول من غادي، ولا العرب الكواهل ديل بينزلوا مرات لما تلبس ثوبه بتكون. نعم. حتى الطيور النادره بتجي تدخلها. مم. يعني بتكون هي فيها جمال ما هو عادي. الا اذا قنطور دي بينزلوا العرب يعني بحواليها، وهي ذاتها شداء فيها الشدر منوح فيها. نعم. وهم ذاتهم طبعا هناك الناس حتى قشها ذاته منوع. نعم. وجميله شديد. مش أخونا مرة عندي أخونا الشاعر الفحل حسين الطاهر الخليفة، وحي عبركم، تحية له. آه يحييه إن شاء الله، ربنا يديه العافية، ونقول له كل سنة وانت طيب. مش شافه من قنطور لقاها لابسة توبة. نعم. كل ذلك العرب خير ولابسة توبة تمام. وجاء عكس لي الصورة. حسين الطاهر قال يام قنطور سماك من رشاش بترطن، خلى النوم قلوبا في التبر يتوطن، يا الفراح سعادك في أباك بعطن فوقك حام حبارك والخضار يتوطن، مزولك جر زيق في الشروق المطن ركزا وفي غفارك فتشبر ما فطن، قماريك اللي بعلم في سماك ووطن طرني القديم ودموع عظم يقطن، مرحات بقرك الرويانة قام السادرة، بعد مشى لقلبي مشى على البقر، مرحات بقرك الرويانة قام السادرة، تتناتر في حول ما تقرون حادرة، تعولك من رشاش ضربت خلاك بادرة يا مي عم بجيب
سرب الطيور النادرة. يا سلام يا سلام. الساري انبرد نسجت خلاك ساجة، وقطات المهوى ماهن حزم اللكاجة. صبحة ثاني يوم بت المطر في الباجة ياقوت من بهل من راكسة في سجاجة. يا سلام يا سلام. عربك من بختن بتفاول بيفالن، خمس سبوت بوسم ما انتهت غفالن. كج الشقة من برد النوى الحبال ليه هسع بيسو كنيش كنيش أطفال. يا سلام. أنا طوالي كنت قال لي الكلام ده طبعا الحقيقة يعني شوقني الشعرية. قلت يا قنطور بشارة الجاب لينا حسين، واديك المزرقن جمع المزين. في رسالة الكواهل فوق علا خاتين صوت كيرم بقرقر ونوق لها حنين. ويا قنطور سحاب القبل فوقك ساري، صبح فيك طربان الدباس وقماري. فيك هليك كواهل مجرجرون نحشار صوت كيرم بيخلف رنة الطنباري. يا منيل مزرقن وجوع عرقك تاري، عربك يوم رحيل النعم متباري. عقيد حاقب بعشرة ودرع للهاري بحمليك من الخاين النظاري. ويا قنطور سحاب القبل ساق عانيك تشالع بروقه ورعده جاب له تكيك. في رسالة الكواهل اخذت فوق عاليك دباسك والبلوم غرد مع قمريك. ويا قنطور حنينة وما وجدنا جفاكي، وفي رسالك الدروس نحن الكواهل حماكي. كل ما مر يا قنطور تعيد اصباكي، وانواع الخريف ما رقاه منه حشاكي. براقك شلع سايق تعولي وجاكي، ماخذ الليل يهطل وللنوافل باكي. يا قمرية الفرع الدباس بحاكي، فاقدين ناسنا زي ما اتفاق فاقد جناكي. اولاد كاهل الصم القبيلة الحية، تاريخ مجيد بن الزبير وصفية. ممزوج دمه للعربي بالزنجية، وعفافا ما بشيلوا في الغتيلة الدية. قريت أهل النشوب عبد الرحيل باكرية، وطربانين جميع قصدوا الخريف يا صبية. بيبدوما بتل أبنة مقلية، جوا العطفة خطم عقلة مروية. الكلس البزين ماشي وراه سعية، والوديان مخرفة والأرض مكسية. هناك أطراف جبال أصبحت ظهرية بعد الليل، عقبان زرقنا الضحوية. عربا فوق عوالي نزلوا الشبرية، وجبدوا رفة تبزيق البني التحنية. اللقحة بتحن فوق الفرع قمرية، نوار الشدر جاب نسمة عطرية. دين أهل الحجيل لا حافلة لا فضية، ومالهم في الجراب والفك جوا الضية. بيضا كلبا بيجوا صافين نية، ورايهم عن عقيد وحدوه سوية. طريت أهل البشاشة بالكرم مطرية، وزاد للضيوف دائما وفير مشوية. فرسان اللقن دقوا النحاس حربية، عاتيات الخيول والسيف مع السلطية. ديل المكان فوق لي نجوم برية، والقاصدين ديارهم حاجتهم مقضية. كراما كفهم مطلوقة مي ملوية، وكثير باز لنا وكم وجبوا بولية. ديلها للقداحة الوهيطة مي متكية، وديلها للطعام التنفتح للنية. ديلها للدام روبا مع التقلية، مترع بيس من بقرة وحلوب وسخية. ديلها للبيوت من بعيد معنية، وديلها للسمان للضيوف متكية. بعد ما نكرم الضيفان ونمشي شوية، لابد من نقدم لضيوفنا هدية. وأولاتهم كمان كسر صقور الدية، لابسين السديري وحذروا الطاقية. عرضوا فوق نحاسهم وتلبوا الصقرية، ليهم زغرة أسمى وداد وزكية. يا سلام. كواهلة. كلام جميل جدا عن أهل الكواهلة. يديك العافية الله يخليك. الله يستحق أن يقابل بالبادية الأخرى. أنا يا سعادتك قبلي يعني ما نحن بالله ونبارك لشيخ عبد الله والدريس التكريم وهو أهل الحقيقة لذلك. نعم. يعني رجل يستحق تمام يعني. ونحن يعني نتمنى له كل الجميل والله. بارك الله فيك. وانا يمكن عبرت لي بكلمات. نعم عن عبد الله. يعني نعم. قلت له شهر الخير والبركه الرجح ميزانه. نبارك عليك يجيك بسخانه من جوانا.
يلقاك في سرور عينك دوام مليانة حقيت مننا التعبير ونظمه ونظمه. يا سلام يا سلام، جابونا الخبر مفرح جميل سرانة من فرسان ملاقات العكل دخانة. يا بارع المجالات اللي بتملى الخانة، سوي اللي بيشبهك بالجد وحق بأمانة. نسعى عليك رب الكون يبارك دعانا، نسعى عليك رب الكون يجيب دعانا، يلقاك في سرور عينك دوام مليانة. يا سلام إن شاء الله. بفرحك بنفرح وبهناك هنانة، كبابيش عليه وقت الرجال تدانا، كفوفهم هاطل الزرد السيول وديانة. دار من قديم محروسة بفرسانة، زي يوم القميص للموت تقوم عجيانة. التوم ناظر والعز يسامي مكانة، أبرسه بلفحت للعظام سحانة. سيد التعلم بارياه نجب خانة، وارسل ورسوه قلوبني وسخانة. العمد والمشايخ والبادية بسكانة، والتوم ناظر ركازة العشمانة. رجالا ديما تتكاتف عليه ضيفانة، نحارين غلاد ما بيقلبوا الجربانة. يا سلام. قبل ما نسمع اخونا عبد الله، انت اديته مكانته تماما، دايرين نخش على اخونا الجنيد يدينا بلدي البريده ونعود لاخونا عبد الله. تفضل اخونا الجنيد. I'm gonna make it.
نرجع لأخونا عبد الله إدريس بعد التعبير الجميل اللي عبره الشيخ محمد الأمير عن منطقته. شاعركم شعر الكبابيش قال: يا عانس الدجيج الوردي فوق الصافي، كربيل ديسة منك تف مو متلافي، حدق عينيها كيف والدلب للعن افتك ليها كان مرضان تدخلك عافي. كلمنا عن بادية الكبابيش شمال كردفان وتخومة وجماليتها وطبيعتها وما قلت أنت فيها من الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبين استعين اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد كل تحية واحترام للإخوة الحضور والغائمين على البرنامج، وعبرك شيخ عصام نحيي كل أفراد الشعب السوداني وكل الإخوة المشاهدين في الداخل والخارج، وبحييكم من بادية الكبابيش أيضا بالإنابة. والأيام دي موسم ومطر. نعم طبعا في تقع بادية الكبابيش في شمال كردفان، وهي أنا وصفتها في رباعية بادية مميزة، منطقة وجمهور ربط الأربع ولايات حدود وعبور. مبروك تن هواها يجبر المكسور، لا تبنت خراب لا خانت الدستور. قبيل تماشك الضيق المعايش وملت، كل ما العامة عكرت فوق عفافها تعلت. معروف في المثل مو فارس البيت فلت، إلا اللي عنده ملويت الرباط انحلت. قبيل تنحافري في التاريخ جذور وزوايا، في العز والنصر والموت بدان ورواية. أصلا نحت من معنى وحقيقة غناية، فوق فرسان لبوس الراية تلو الراية. أبطال صحرة البادية وصقور وكارها، عزين كلمة الأمة الحكيمة أفكارها. الناقل بطول من الدقاق مصدارها، يسعوها ويقلوها وينزلوا حدارها. الغايمة طويلة. نعم نعم، في الطبيعة البارح دعاشا من صعيد مهبيب، صبح لاسع الشوك في دواخل منيب. اللابس المحامد بالحشم متهيب، عقبا طفر الوسن الجبيل متغيب. لجج عيني واويرا بقود الزيفة، قريت الفرو والسرج والجرايد خفيفة. الوعر البزيم دودو وهوايش مخيفة، ضقتك دلب سلطان زي رئيس الفيفا. كم شديت عليه كلسا قوية جرايده، والركب المميز ناس في مين قايده. شبه اللتعب القبل الجبيل ندايده، حتوى لفنا بالصي الوفيرة هوايده. رابحت البصابق ناس وما بقول سو، أبرس والمثل كافر الصقور في جو. نزل فوق ضفة الوادي المخرف دو، وتوطيت عليوات النبات انتو. اتمطرت فوق علوة ومعاي حنانيبي، فوقت هبت في الطرف مصبيب لا الغيب. هسا جاني طيف كبري وبوادر شيبس، جلات المكارم داسهم في جيبي. اتعلمت من نهل المغام سامي، حكم الواجبات الغيضوف كلامي. لقيت ماما هذا الدرب الجبيل قدامي، بالنظر النظيف والواجب الإسلامي. جفلت المصايدات مفردات وروايين، بالشوح الجوال سبادل في الناين. بيت بين عتامير خلاهن شاين، الصنف محجز وليله كله يعاين. كاظم جرته وكارس هدير وزيام، تاكل زوره لا من جاته من قدام. مخلوفته ومخاليها وتويل الشام، وزرسيده المسلح ولابس الكمام. شاهية البعد فرض الصباح ورغيبتي، تقفوا هبر كمر الموقع يسيبتي. الخل الكدر ما يلقى فيه ضريب، ترفق في السفر ندر طبايع وطيبتي. كرفت دعاش صبيبا من سرق واويرو، بصحبة رفيق انزول وما بكوس غيره. عند المقدر الشكت الكفوف من ديره، صباك طافر الرهى والمصع الطيره. ميكائيل قلع السحب المدفن وغايس، غير وجهة الناوي القيام والحايس. وحاتم معاي زمنا طويل وغمايس، شفاهن كريما ما عليه دسايس. باريت الرهو بالمقدر الشنحيب، ممكون من غرام جاني بعد الشيب. وزريل عندي علم الكائنات والغيب، في شوفك بهاب عقبه وسموم ونقيب. دنيت الليلة جامع النسلتين بحرارته، جايب جد محمود واتحمد في تجارته.
سرعة كفت بالصابقة المنية حبارته عنده الساس وساجل في تريتي حبارته الرهوة البصابق طلقة البنداقي طويل مطروحة باكرية وجوال صدقاقي يفوق برق الخريف المطر وشابع وساقي زي البنجداوي المحجم والمتلاقي وبالإنابة أيضا وبتحيي أخونا الأمير نور الدايم وجزاه الله خير على الأبيات القالين بحقنا هو دائما صباق يعني كل الإخوة شاركوا وساهموا تحية لهم وكل زملائنا الشعراء وكثر خيرك كشيخ أصلاً. طيب نرجع تاني للسيد الأمير شيخ محمد نور الدايم دايرين يكلمنا عن تاريخ نضال قبيلة الكواهلة ضد الاستعمار وعن الرموز في قبيلة الكواهلة الوقفوا مواقف جهادية أصيلة إسلامية قاوموا بها المستعمر وقولهم لكلمة الحق مام السلطان الجائر فمن من الرموز يذكر وماذا سيقول السيد الأمير محمد نور الدايم. أولا قبل أخش وأبدأ الرموز على راس الشيخ عبد الله وجاه الله كسر قلم ماك لا قلي من حي الأستاذ حسين خوجلي رجل طبعا نحن يعني الغندي ذاته غنى مميزة وشاهدنا له الكثير يعني نحن نحيوه عبركم والرموز طبعا عندنا شيخ عبد الله وجاه الله كسر قلم ماك معروف يعني اللي بغنوا عليه هسه عاشميق الله صم والغنى طبعا هسه انا سمعت كثير يعني في غلطات في الكلمات ذاتها شرحها يعني اولا بيقولوا يعني شيخ عبد الله جاب الله كسر قلم ماك ميك بيقولوا يا عيد الضحيه اللي بيفتحوا له البيت عندنا نحن طبعا الكلمات دي من النيل الابيض نعم بالهوي والغرب شرفا عاينا ليك لكن هسه لقيت شفت الناس حولوها يعني من النيل الابيض للنيل الازرق نعم بيقولوا بالهوي والشرك بالهوي والشيء لا بيقولوا بالهوج والغرب بيقولوا بالهوج نحن طبعا عندنا هناك الهوج الشرك نعم والغرب نعم لكن ديك بيقولوا شنو بالهوج والشرك صحيح زي كلامك بيقولوا بالهوج والغرب والشرك نحن طبعا عندنا هناك يعني شيخ عبد الله معروف يعني وجه عبد الله وانا لقيت رجل عمره يعني لليوم ده بكون عمره ما قل من 100 سنه نعم الكلام ده قبل كم سنه كده ما بستحضره بالتحديد لكن يعني كلموا الرجل الشاهد عمل الشيخ عبد الله وجه عبد الله نعم لما كسر القلم كان حاضر الرجل ذاك والرجل اللي قال الحادثه ذاته في اطار شنو كسر القلم نعم اصله في موضوع في الاداره الاهليه وكان يعني حصل خلاف محكمه اي المحكمه اي بعدين الرجل ده شاف بعينه والرجل اللي كلمني ده يعني الرجل هو من المكاشفية شاهد عيان هو ما شاهد عيان ده الرجل كلمه هو كلم الرجل ده وكلمه رجل روعا يعني شاهد العيان نعم 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 قال لي اختلفوا مع الخواجة والخواجة داير يكتب القرار اي بعدين هو رفض قال له ما تكتب وحتى الخواجة قالوا ذاته الست معاه جنبه نعم بعدين تكتب ما تكتب داير يكتب بس كف قبضه يعني بس طوال تناول القلم ده كسره يعني الخواجة استغرب بقى عاين فيه شيخ عبد الله وجاه الله شيخ عبد الله وجاه الله بقى عاين فيه وكذا قال قال بقى عاين فيه عينه ما كسر الخواجة اتراجع السيد طبعا رطنت معاه والخواجة اتراجع طبعا وقت تراجع الناس هنا الموضوع اتبارك فهو طبعا ده الكلام ده قالوا لنا الرجل ده يعني ده شاهد يعني روعا شاهد العيان اي نعم حقيقه يعني هو كان شيخ عبد الله رجل يعني مهاب والقلم ده ذاته اللي بيكسروه ده حق الخواجه ده انكسرت لك رقبه زول ما بتقدر تكسر قلم الخواجه ده قلم الحكم الانجليزي نعم نعم هنا نحن طبعا الشعراء قالوا عليه كثير انا عبرت لي بكلمات بقول ود بيت الكواهل الفارس المغوار يا شيخ العبابدة الفارس المغوار عبد الله الصميم اللي القلم كسار ماك ميك النجس منه وقف واحتار والسد بقفاه قليبه فر وطار ابرسوه
العليع وقد الخشش نتار من جمر الكتل عينيه وباقى شرار بقوة وعزيمة وصلابة الإصرار ما برجع يمين ما بهددوا الكفار عاش ميق اللصم العقد مو محلول كسار القلم ما جانا صاد مخزول تاريخك نصع طول السنين ما طول نحساتك ترز فرسان راك بخيول حقاه الشكر عبد الله وجاد الله الفارس الجسور اللي بكل ملا سيد عزم متين ما رخرخوه تحل كسار القلم هان المفتش زلة وقولي عليك حق يا الفارس المعروف يا بقلب صميم بجوه خاتي الخوف كسار القلم كل الحضور بالشوف ما قبل النيس احتار وقف مكسوف يا صالح التغي يا نجدة الملهوف فقاد لليتامى وللضعاف بتروف يا سيد القدا حمات خروس وحيوف مركز للضيوف والغادي ليه الطوف عبد الله الصميم فارس مكانه وشيخ يا ضو العباب دشهد لك التاريخ عبد الله الصميم فارس مكانه وشيخ يا ضو الكواهل اشهد لك التاريخ الدنيا العبوس تقلب لذيذة مسيخ يا بغدرا سما واسيت للمريخ دي عبرنا نحن طبعا على عمنا الشيخ عبد الله وانا وقت بقول عمنا الشيخ عبد الله مسألة حساب طبعا رجل سنه كبير لكن الشيخ عبد الله جاد الله لنا به علاقة وهو عم لي في الحساب الشيخ عبد الله وجاد الله ودليلو وحميدان نعم وهو طبعا رجل فارس والكواهنة فيهم يعني فرسان كتال عندنا شلع ابو العافية وعندنا جدنا كيوات وعندنا ناصر ودنمر يعني كلهم الكواهنة فيهم فرسان يعني انا المقصود اللي قدر بالتحديد ديل في النيل الابيض بالاضافة عندنا في السودان طبعا السودان يعني زي ما قال اخونا يوسف الدلبنة ربنا يطره بالخير لكن فيهم بس بيت ما نحافظه لكن بيقول زي ما تمشي في السودان بتلقى كواهلة الدكل بعجن الخيول الصاهلة هون صمد التلب ببان قماق من باهلة السلام هاي نحن نحييه والله أنا أدركت برضو رباعية قالوا لي بنته السيدة رحمة نعم بنته هو تزوج الشيخ عبد الله وجاد الله تزوج السيدة مسلمة بنت الإمام المهدي مباشرة صحيح وأنجب منها السيدة رحمة نعم أدركت رباعية بيقولوا لها فيها أبواتك سيوف بالدمى ضمخانة وبالنية السليمة الحاشة ما وسخانة ومرصاصا عوى بتضلل ودخانيات من كان دخل في البيعة قط ما خانة هنا الجنيد وش علينا بيشي أنا الشيخ الناظر عبد الله وجاد الله ود بليله
بارك الله فيك والله يا جنيد، يعني أطربتنا وذكرتنا معاني وجدود سلفه عندهم مواقف أصيلة وإنحياز للقيم وللحق وشجاعة، أشجع الشجاعة إنه الإنسان يقول كلمة الحق أمام السلطان الجائر. والحمد لله إنه ربنا يعني أكرم السودان برجال الشيخ عبد الله وجاب الله وبعض أمثاله في كل قبائل السودان وكل أعراقه، كتر خيرك بارك الله فيك. بارك الله فيك السيد الأمير على يعني ما قمت به من إحياء هذا التراث القيمي السوداني العروبي الإسلامي الأصيل، بارك الله فيك. شيخ عبد الله، عماد الذي قالت فيه العرب هو الناقة، وماذا أنت قائل على الناقة؟ صعيدك جاب له دهرابة وسحاب يا مشوشة، دربك عفس التيه والوطن مرشوشة، وقنوتيتك العزوة المحن مفروشة، يا مبرم ملبك زي زفاف الكوش، إما طارت بشار وزام حنانيبك، قاعد يتعدى معقولته وسروش على ويبك، يا اللي بتبتي بنقوح والغنم بين جيبك من سيدك مثل خمشة الصنوبر جيبك، أبي ما يرتع قش الحويل العاول، كيرك درج المرضوعة والبشاول، يا مرقم برمط في الدقاقة ويحاول، مرات فوق نمرح ومرة مرة يزاول، لاحلك ريح دعاش ندوخك نسامو، عرب دورك مصعد يوجهوك وقام، وقلمتني قام منك كثير زمام، وعقر المو قريب عافس البقر بإقدامه، أما تشوشة شبكي وسنابا عاتي، بي وبر الخريف مثل فحات للشاتي، باقيات للفقر ضيما جزامي تواتي، زي صوت العنج وبترصع البعاتي، يا جيابة المحن اللي بتملى الراس، بتعجني الحروب الغير كاب تنعاس، ما للخانة هيبة وعز عرض مقاسا، عاجباني مطبوق ما بعرف الناس، كيرك منه زمل لقيت بعيد بالصاور، وسيدك للبشيل فكتك وما بيتجاور، خنباتيك جاب رسن وهبر ما شاور، مهما يعالج فتقك في الغروب بتباور، كم سويت عوجا ما انعدل بسهولة، سيدك قاري جامعة صحرا مو صنولة، فوق الغرب وجاب من الشديد تالولة، عقرولك شروفا بالنعام ماهولة، الصيب اجمع انه كفوفي كام شرابة، وديانه وجباله وتيه والجرابة، برل ماكل الصقور والمنيبات في الغابة، موضوعك طويل انفتش الترابة، وبرك نزلوا الجزو وانكسيتي قطيفي، حجمك مستحق شكري وجميع تاليفي، بهبرك فارس اللجج اللي صم ولعي فيه، حاول مراتب ويتي أعلى وظيفي، نفاج البروق بترازم له حناجرك، الاتنين مغامرين الحرامي وتاجرك، كم كاتل العزيز في النجيع ما بكاجرك، يا مصدفا مرير وتعودوا له مهاجرك، الحد والمحل الفرعي يقتال، بتهجمهم يبيس نزور وتفن ونعال، تتمقرم على الصحراء من نفود وجبال، بتجف الحداها اللي بينزبر في النال، ما بسرع المعفس قشة البقور، تتواجد بدل تاجات على العتمور، الفري الرواين والنعام طابور، عقر كبتنا الغرفة غياد تكور، والبل يلم من الناس ويجمع حكام، والبل في السعي مرتبات قدام، أنا كم مسكون الشورى فكر ونظام، كاس العالم يبقالهن جريد وقدام. يا سلام قبل ما تشيلوا الماني. يا سلام يا محمد بن ردان، داير انك تنقلنا للعاطفة الإنسانية، قال قجول الشرق هبر عيونه جلى، وصفولهم شعب منه السبيدر علا، من ريد بكروس والله حاشا وكلا، أبدا ما بتوب كان حلفوني اسم الله. ضروري ضروري احنا طبعا يعني يحلف في الشعر المجارة. نعم، عندنا أخونا حسين ذكرت لكم قبيل، حسين الطاهر الخليفة أخوي ودع عمي أخو، نعم غنى في الليل، أي رجل الشاعر فحل، الله يطول الخير، قال لي يا أبو غوسية نسمات الصعيد الفكن، قال شنو؟
يا أبو غوسية نسمات الصعيد الفكن عساف فتق جرحي القديم السكن دماري سواقي كود الفوق محل ما ركن يبكن غير مبكي وللأكابر يبكن. أنا قلت له البسمان وبراق التعول التكن لحظة منها ريات السيوف سككن. اللمات فوق العالي شرفا وجكن عكن لي صفان وريد جوا ممكن. قال لي نوم فوق كوع من قبل الحمار الدكن لامل عن قريب عقب الجدي وتركن. ربات البشاش اللي جباه ما سكن لعبا بيعفلوا العزم الغواعد والدكن. أنا قلت له يا أبو التاج وجهه نضاوي ما هو مدكن وبالعزة والنحاس ليها الظروف ما دكن. وين يا سبيكة الخيل مدروع عن شك سهمك جوا غارز في حشايا مركن. قال لي نايرات الخدود البين نايرات الخدود البين فصول سكن يسوم اللدن من طول الحصص بالشكل. الغزل الغرام في حشايا مركن بين بين عقدا مستحيل فكن. قلت له نايرات الخدود نيل السواد في حدكن والعطر اللي بفوح بعبير وعركن. يا حشايا الفراق من الظريف حركن يا عيوني السهاد مع السهر طابكن. بعدين قال الغزل العقيدين بيقفاه بجكن واكتكروا في قرونه في سلوه بحكن. ميراد تبوب صين زرق مركن في سمرة تمرة فوادي يا عيوني شكن. أنا قلت له بنات معز القنوب الراعي ما شاركن ودائما في خيالي وعقلي ما فاركن. تسكن من زوال الناس بعيد ساركن نازل ضل وعطشانات عليه دركن. دي طبعا المجارة دائما طبعا هي يعني حلوة. وكان أخونا عبد الله الدريس عنده رباعية جاب لنا والضحوية وحيي وعبركم والضحوية رجل شاعر ممتاز عبد الله والتحية لأخونا جبر الله حتى رجل يعني شاعر فحل وكل الشعراء وأنا حيي كل شعراء بلادي. قال لونك يخفي لتبن وسطح فوق نوره. هذه رباعية منه حق عبد الله تدريس. لونك يخفي للتبر وسطح فوق نوره نغمك حزبة الين والفرانك واليورو. فوق خيبة الهزة وهتف جمهور سهمك قلع النوم والصبر بجزوره. حسين الطاهر قال لو رضوان بفرد في جنانه وحوره تقول حورية نزلت من عوالق صوره. سجيلا مضى وجيلا مطل حصوره لام النافخ الصور خلي ينفخ صوره. أنا قلت لونك لون خدار رويان ونادي سهوره وصوتك حن من وتر عزف طنبوره. لهجك عجوة الجات من شمال تموره مع شوقك حزين خات كفه فوق صنقوره. فطبعا المجارة الكلام ذاته لما يكون فيه مجارة بكون يعني لذيذ زي ما قال برضو عبد الله قال أكان البيب عاجن الحقن والشاش. ما كان قلبي بعد الغوة جاب له هشاش. علم تاجر الثقيل ما بتقبل التشاش ناجي الليل وسوي تقلب الوشاش. الأستاذ جبر الله قال له المن فرقه من هل الدمع بشاش قلبه علي وجه مدفعه برشاش. المقني سيده لا بجامل ولو غشاش خل حالتي جسمي حراز وجاهه رشاش. هيثم قال يديت البرع عن البديان سرح بهداش والنجاعة نحيوه عبركم. يديت البرع عن البديان سرح بهداش لي عليه قلب الراح وعقل انطاش. عليهم تاجر بياب الشيك ودور الكاش اسوي وقوب وحالة الفاقد الانعاش. انا قلت زول حسنه ما بيحتاج غلاة غاش ولهجه منزع القافل على البراش. الجيد والعيون والشبكة في الرماش ملامح الريال الفاقد الروين وطاش. رغم ان احنا ناس يعني امراء و لكن طبعا التزمنا لاخواننا اخونا نعم. محمد الفاتح بعقله وجبر نعم. الله حيوم عبركم نعم. يوني طبعا في البيت وكان سجلوا معاي نعم. يوم ذاك قيلوا معاي كان شرفوني. بعدين قالوا لي يا اخوي والله نحن اطلوا امارتي وراستك للنظام الله اذا تكون نحن اطلوا ما عندنا خلاف فيها لكن بس حقنا ده تدينا لازم ناخذه منك نعم.
ونحن ذاتنا برضه ناس حتى نحن ناس باحثين يعني لازم نحن ناخذ خمشاتنا من 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 شهر الغداء هل انتجته؟ اي بارك الله فيك. نحن طبعا قلنا له نبشر بالخير و اديته والمساله طبعا هو الشعر ده اياها الريال اياها الريال بنتلفز بها عثمان ود المبارك ودناه لعنده رباعيه صديقك يا شيخ عبد الله يقول نحن تملي من وحش الروين مصابنا الدعج النفور مبوظن بعصابنا وفي العين الرواية سحب وصال صابنا ودون العالمين أسهم نصال صابنا رد عليه ود مامان قال تجرأ طرف قال فيكم شرع قصابنا نسوي لكم فعال ميع بشر خاصابنا وحشنا لجار في حب ما توصابنا ما فيش حيلة غيرنا لفتجرع صابنا. يا سلام مناسب إنك يعني تطربنا بأغنية البريدة حقيقة أخونا الجنيد
جدا والله. و يعني كونك انت تقدر تنتج الشعر ده وتلحنه وتأديه الطريقة دي يدل على انه يعني بادية السودانية فيها ناس فنانين ومغنيين مكتملين لا يحتاجون الى شاعر ولا يحتاجون الى ملحن، لان يعني البدوي غالبا يكون يعني مع يعني ماله من ابل وغيره لوحده، ولا يجد من المعينات التي يجدها مغني الحضر والمدينة الكثير. يعني نرجع نجي للسيد الأمير محمد نور الدايم، عنده أبيات جميلة جدا في معنى سام من معاني الدين، يعني وأوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وحن وهن، قول الرسول الكريم يعني الجنة تحت أقدام الأمهات. مناسب جدا انه نسمع منك ابيات في العظة وفي هذه المعاني الاسلاميه الاخلاقيه الانسانيه. والايام دي ايام شهر خير وبركه، نعم، وكل شيء فيه مضاعف، نعم. فانا هنا قلت بيعجبني الببر ماخذ رضا الوالدين، وبيعجبني الببادل بالكلام الزين، بيعجبني اللي بيقولوا الناس عليه خزين يكرم للضيوف ويستقبل الجايين، بيعجبني اللي ببر والدينه باخلاص ونادوه وقال حاضر وحان الراس، بيعجبني اللي بحل حليه مشاكل الناس، وبيعجبني الذكر ليه رب صلى وحاس، بيعجبني اللي ببادل بالكلام الطيب، وبيعجبني اللي بقدر للبعيد وقريب، بيعجبني اللزوم اللي الامل ما بخيب زي وابل الخريف الجاب دعاشه بيب، بيعجبني الكريم الكف يوت مطلوب، وبيعجبني الحنين اللي ضعاف بتوق، دراجة تقيلة اللي الفتارة بسوق جمل شيل اللزوم شايل الحمل مطبوب، وبيعجبني الرجل الشايل الحمل مردوف، وبيعجبني بطعاما بطفي نار الجوف، بيعجبني اللي بيملى العين قدر ما اشوف كراهية الرجع منه العشيم مكسوف، وبيعجبني اللي بفرج كربة المحتاج، وبعجبني الركيزة للضعيف اللاج، بعجبني الوهيط الما افتخر فوجاج موشح بالغيم فوق راسه نصب التاج، وبعجبني اللزوم في دار وقوم تكفت، وبعجبني بقداحة من طعام ما جفت، بعجبني البرز ساحة الصفوف الصف صاحب المشور الما خف راسه تلفت، وبعجبني البساعد للضعاف من ماله، وبعجبني الركيزة للخلوق الجالو، بعجبني اللزوم الما سمع قول قالوا حمال الازد دائما مطول باله، وبعجبني الرجل البار بوالدينه، وبعجبني المسح دمع اليتيم من عينه، بعجبني البقالد للضيوف بيدينه كراهيه البخون وطنه وعقيده دينه، بعجبني البشيد زاد وقصد ليه جاره، وبعجبني البباشر للضيوف الزاره، بعجبني الوسط ضيفانه لاوي حكاره، وبعجبني البوجه للبتوه ضو ناره، بعجبني البشيل فوق ظهره امه وابوه، وبعجبني الحفظ حق القبير ربوه، بعجبني البباشر للضيوف الجوه، ما بعجبني خايبا اصله ما برجوه، وبعجبني الغياد بكلمه مسموعه، وبعجبني اللزوم الباكي قش دموعه، بعجبني الكريمة بذكرة مرفوعة، بعجبني بنقودا للعشيم مدفوعة، وبعجبني الكثير الناس بتحمي سيرته، وبعجبني المغدر بين عشيرته وجيرته، بعجبني التغي الصالحة النظيفة سريرته على يدونه وترابه ديمه وغيرته، وبعجبني اللي بيقولوا الناس عليه جواد، وبعجبني اللي بيوفي للضيوف الزاد، بعجبني الكريم اللي يتيم فقاد، وبعجبني اللي بيطيع لربه مو رقاد، وبعجبني اللي بيجمع للبعيد ما فرق، وبعجبني اللزوم الظهر ديما مكرق، بعجبني الحنين لناسه خير ومغرق دراج عاطلة مبردا كلامه بحرق، وبعجبني اللي ببادل بالكلام الطيب، وبعجبني اللي بقدر للبعيد وقريب، بعجبني اللزوم اللي الامل ما بخيب زي وابل الخريف الجاب دعاشه بيب، وبعجبني النظم قالك كلامه الصح، وبعجبني البلم وبسعى في الاصلاح، بعجبني الكريم اللي اليتيم فراح، وبعجبني الوصي جيرانه مو نباح، وبعجبني السخي، بعجبني السخي المين قام صغير نديف،
وبعجبني البيم للعين متمك كيف بعجبني الكريم لناس وسوح وخريف وبعجبني العرض فوق النحاس بالسيف وبعجبني اللبس بلدي مع سديرية وبعجبني الصميم الحذر الطاقية بعجبني اللي بشبع الناس مرارة وشية وبعجبني العرض فوق النحاس صقرية وصيتي للشباب امسك طريق الفاتو الماسك طريق وما ندم في حياته مسموح العلم من نص مسك وعصاته لكن الوطن نحفظ اصول عاداته عادات القباح اضحت علينا دخيله نتكاتف سوا وننزع نصاب وفتيله الولد الكريم الضوء عنده نفيله يحفظ ليه تراثه له وحموله وشيله والولد البدور بين اهله يلقى مكانه يطلق لي كفوفه ويساعد الفترانه ما يسمح شكر من ناس فلان وفلانه شدرت الدليب ما بغت تضل سيقانه وكراهيتي والله البخيل ديما البخيل منبوز والطماع كعب في الواجبات مفوز الولد انطمع في الفود وفوق في الجوز ورويان زرعه بساريا بروقا جوز وطني كان بعيد في بالي ما بنساه وطني كل تمشي الكرم تلقاه ممزوج ده بعرب وزنوج تراه ده الخلاه من فوق لزحل في علاه وصيتي واتمنى يجينا سلامه يجينا يسوق ويقود في لسان السلام يهزم اليهود وحسود بعد ما كان قبيل بيننا الصدق مفقود نطفي نار شرارا بالفتن موجود يا وطني الكبير البدول محدود شقولك طرق فيك بالجسور وسدود امل الامم اصبع عليك معقود نتوحد جميع لان ما كان نبقى جنود نحن من عروبه ومن زنوج سود ممزوج دمنا بين العرب والسود بهم بفتخر فخري وجدود وجدود في لسان المعارك وبالنفيس بالجود فيهم صالحين بسكر المعبود حاكرين في السحر الطرفهم ما بلود طيعين الاله باكر ركوع سجود ابليس منهم خجان طفر ما بعود اراضيهم وساح فيها الرمال والفول وناتج زرعهم فوق السحاب مردود اهل الثروه والحاشي البحم مفرود للضيب بنحر الجزر السمان القود صادقين الوعد ما بينقضوا المعقود وديل اهل الشهامه اللي الكرم بتقود كم رافض ضعاف وبرقعوا المقدود بيت للضيوف فاتحنه مو مسدود اولادهم كمان ليهم كثير مشهود غير على الجبين ما خانوا جمع نقود وكل من غادر السودان قصد له بلود رافع راسنا لا من ليه وطننا يعود وكل من غادر السودان قصد له ديار ارجع تاني بالعز والشموخ وفخار زي الطيب الكاهل الشرك سنار والعز الكواهل اهل النحاس الكار نحن نتمنى ان شاء الله كل الشيء الجميل يعود لوطننا بارك الله المليان بالمواعظ الجميله ومترع بما نصب اليه من قيم وفضائل نريد ان تسود في مجتمعنا يعني وما جلستنا هذه والاستذكار كل مشاعرنا صببناها في الشعر الا محاوله لانه نسترجع شخصيتنا الاصيله وتزول عننا غواشي الزمان. الشيخ عبد الله ود ادريس الشاعر الكباشي الاصيل نريد منك ان تدلي بدلوك في هذا البحر بحر القيم والاخوانيات والفضائل السودانيه ماذا انت قائل؟ نعم والله اخوان الامير جزاه الله خير يعني ما خلى زي ما قالوا شارده وارده الا وطرق لها لكن انا برباعيات قلت فيه ما ترابع المدنقر والله تمشي الشاوره والبتناطل يا عرضك اخير ما تجاوره فوق المنفرد بيموك وحملك صاور خط حر السيوف شقوا البقابل وباور وما تناس بل بنتك بل بيدي ولادك وكان مديت زحل ما بتبرد درب اجدادك المن الله مهما تكمل استعدادك بجيت خفت العنكبوت مش هادك ورفيق مالك عدوك ما تعد من اصحابك بكفاك انعدمت واندقس بصخابك اياك والحجر تخدم عليه نيابك لراحتك كبر احسن تخدم شبابك وسرك صدرك انضاق ببقى قنعان منه واختبر الصديق ما تقتنع بسنه مكتوف النظر ما تهم جفاه ويحن العرج في المثل لابد مراح نجن ذكرني اخونا الامير بالرباعيات
بالشعر المجادعات. كان في مجادعة أخيرة بيني وبين أخونا بابكر العطا حامد، التحية له. بدأ بابكر وقال: يا عبد الله، أحوال البلد وأخباره عندك والله وصف لك هطيل أمطار. رساها مريق أسبوع فاصل مدارة، سمحت وانكست قلب اللوند خدارة. قلت له البارح بروقا صعد فوق بارة، خلي انساجع القوق هو عيوني سهارة. كان عندي المجية في تريت وحرارة، كنت الصيف شروف وبقوم لهم بيغارة. قال لي رفيف الجبلي: يا عبد الله، شايف دبارة حرك ساكني والنوم في العيون ما جارة. كان شديته فوق عاصف حقب حقارة، حد بادية نمو داير له راي وبصارة. قلت له: يا ود البجندل، وقص عن نقارة، نقدك شايفه في الدوبيت كبارة كبارة. ده بياب العطا الهاجس بقي الشوقارة، بالكرتة السفر متعة وكيوف ونداره. قال لي: يا عبد الله، خلينا نسوي دبارة، فوق باديتنا نمرق في النميم نكبارة. الما قالوا قالت وغلطت ليجارة، نشوف حاسوسة ونجدد وعد بديارة. قلت له: حسسا كنت كاتما شيخ شديد ومضارة، أمس انفجر الشوق ما عليك جسارة. البدر خريف نجازن أبو تبارة، ما خليني ميز بين قروش وخسارة. قال لي: يا ود البكرم الضيف وديما بطارة، نارهم بيضة ضوها في الجفاف ما الضارة. رح كنشد لوازم ونترك السيارة، نتمجد غنى ونتبادل الزنبار. قلت له: الديم كله والخرطوم عمارة، عمارة أمسيت نافرين سلطة وبنوك وحضارة. النيبة العليسيات انسبات وجبارة، هيا به النقوم ركبت ملوك ونضارة. قال لي: الطاف المكرمة من حجيج لا زيارة، حواهن ضامر الهاف الحواب صغزارة. الخد البرد الروح بعد تتوارى، يا الخلانة قاعدين لا عمل لا تجارة. قلت له: لبت الحواي مغيرت مصدارة، شرفت فوق عليه وملبدا في حدارة. جفال تنقبل ما تسمع الصفارة، واتعب الخطط ظرف وكلاب وفتارة. قال لي: ريشات قلبي يا عبد الله داقي وتارة، فاقد الريت في دمي وعروقي جارة. نسل الله وسابتين بامتياز ومهارة، خلت فكرنا وفكر المعانا حيارة. قلت له: العالم كله كفر ومسلمين ونصارى، انهبش الغرام ما بيلقى فيه بصارة. أنا والدوم بتراعى في زيوت عصارة، تاعبنا البموح نديان وحزم وقصارة. قال لي: يمشور الرعى الدرمة وبرم سمارة، يا عبد الله أمسيت في خطر من نارة. قدر ما أقول أجيف وقف النظم مصدارة، عقبان انفتح لبريد غوافي شعارة. قلت له: امسك تلفي المنابع صاول العبارة، زول هتدرع المحزور قدر ما بار. الواعي بيشاوروا الناس وطاوعوها، ما رشافوا واستحقوا لتفلان كفارة. لجني التلميذ رعات الوسعوا لها الدارة، صديا وغرمت لوتة وحجولها يسارة. أمها لنعزاز نسبة وسلالة خيارة، أسرانا محمد بالقماح دوارة. قلت له: جيجل في الجواهر بيبحثوا البحارة، ما حيا المحمي غير دوشة وشروط وغفارة. شبه بالمنافي تبين النوارة، طاب جلبوب عليه شوفه بدور ودواره. كلام جميل جدا والله، في الحكم وفي الخروج إلى الطبيعة لرؤيتها والتفكر في ما خلق الله في هذه الأرض الجميلة، أرض السودان. وقفك دي كان من الغنى. نعم، بابكر العطا. نعم، قال وقت رجع قال قال: الليل الظريف، قال: الليل الظريف تاني القلوب جرحها، غوافي النم بعد ما تقفلت فتحها. الكاسيا وحزم وفقه صاروا لفحة بتاتي المشي، ما طلق الرجل شبحها. يا سلام. أنا قلت له: الجدي البترعة في البغيل والسحة، تيسر وينت في الصي البعيد فاسحة. على القيزان وديان السمح، من صحب الراق الصعيد نفق الدعاش فرحة. محاسن تعجز الوصاف قدر ما مدحها، تزيك كدر السنين فد مرة كان صابحة. سهمك من قديم بدري كبت فلحة، جمرك نار هسع في فوادي قدحة. وين يا مسيكة الخبت الفريسة لفحة، لي أيام طوال عيوني ما بتلمحة. البسمان برد مزن السحب رفحة، صورتك تنعكس في جبهة توضحة. جمال نفوق بنات حواء عجم وفصحة، وملكات الجمال ما شات وراها استبحى. الحويت اللي خلاص صورة الضحى، لهج يمسخ العجوة التمودة بلحى. سافر مننا كف اليمين لوحى بمنديله، طهط الدمعة ويمسحها.
نشكرك جدا السيد الأمير محمد نور الدايم الخليفة. الله يكرمك. نشكرك جدا الأستاذ الشاعر عبد الله ودريس. الله يكرمك. نشكرك جدا الأستاذ المطرب والمؤلف الجنيد وتحيدوب. نشكر أخواننا الذين ساعدوه في الترنم والغناء سماني حيدوب وعبد الجليل موسى. نشكر أخواننا في الإيقاع ياسر كمال الصادق وإدريس عبد الله ميكائيل. ونترك للأخونا الجنيد أن يختار حلقتنا هذه بأغنيته المشهورة الهبة. Thank you.